مرحبا يا جماعة، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ اليوم جبت لكم سؤال جديد بأسئلة المهارات التفكير العليا لمادة رياضات العلمية جيل 2005 المنهج الجديد. وصلنا أنا وياكم لسؤال رقم 38. حلينا 35 36 37، اليوم 38، لأنه أسئلة مهارات التفكير العليا بتبلش من 35. ديروا بالكم الدرس الأول، تمام؟ سؤال جميل جدا، حلو، فكرته حلوة. شو بقول لي؟ إذا كانت واي يا حبيبي، بنكون قلم يطير عادي، واي تساوي كي في اي قوة اكس، حيث كي اكبر من صفر، وكان منحنى يقطع المحور واي عند النقطة بي. عند النقطة ايش؟ بي. اوجد نقطة تقاطع مماس، تقاطع مماس منحنى الاقتران عند النقطة بي مع محور اكس. طيب هسا انا شو بستنتج من السؤال؟ طلعوا للسؤال اللي موجود بالاصفر وركزوا معي. هذا منحنى الاقتران اللي هو واي بيساوي كي اي قوة اكس، صح؟ وانا بعرف انه اقتران الاي كيف رسمته؟ هيها، صح؟ يقطع منحنى مين؟ يقطع منحنى واي. لما قال لي يقطع منحنى واي ما جاب ليش جديد، لان انا عارف رسمته. قال لي يقطع منحنى واي عند النقطة بي، يعني هاي النقطة شو سماها؟ بي. هاي النقطة سماها بي، برافو. بعدين اجى قال لي اوجد نقطة تقاطع، هاي في نقطة تقاطع المماس منحنى الاقتران عند النقطة بي مع المحور اكس. هسا هون في مماس، صح؟ راح يقطع وين؟ النقطة X. احنا بدنا هاي نقطة التقاطع، هذا المماس اللي احنا راح نوجد معادلته. بعد ما نوجد معادلته بده يتقاطع مع X، صح؟ بدنا نشوف قديش النقطة عند التقاطع مع X. اول اشي خلينا نجيب المماس، حلو. اذا اول اشي بدي معادلة المماس، صح؟ اللي هي Y ناقص Y واحد بيساوي ميل المماس X ناقص X واحد. برافو برافو برافو، ركزوا معي، حلو. اول شيء هو يقطع محور واي، لما يقول لي يقطع محور واي يعني اكس صفر، هاي جبنا اكس، صح؟ طب كيف نجيب واي؟ بعوض الصفر في الاقتران، بعوض الصفر في الاقتران. يلا واي بيساوي كي في اي قوه صفر، اي قوه صفر واحد، واحد في كي كي، اذا واي تساوي كي. اذا اوجدنا نقطه التماس، شو هي نقطه التماس؟ الاكس صفر والواي كي. الواي ايش؟ كي، ما بعرفها. حلو، هلا بدي اجيب ايش؟ ميل المماس. ميل المماس اللي هو ايش؟ اللي هو المشتقه. برافو، تعال نشتق منحنى المماس، مشتقته نفسه. حلو، اذا كي اي قوه اكس. طيب بعد ما اشتقه بدي اعوض مين؟ اكس بيساوي صفر عشان اجيب الميل، بيساوي كي اي قوه صفر، اي قوه صفر واحد في كي كي، اذا كمان الميل بيساوي كي. خلينا نعوض كل شيء ايش؟ يلا نعوض في معادلة المماس. يلا واي ناقص واي واحد، شو هي واي واحد؟ هيها كي بيساوي الميل، هيو كي اكس ناقص اكس واحد، ما قال لي يقطع محور واي، يعني اكس واحد قديش؟ صفر. حلو برافو، اذا واي ناقص كي بيساوي كي اكس، ودي لي هاي لهناك، واي بيساوي كي اكس زائد كي، صح؟ صح، هاي معادلة ايش؟ المماس. لكن شو قال لي؟ قال لي نقطة تقاطع المماس، هذا المماس اللي أنا أوجدت معادلته مع مين؟ عند النقطة بي مع محور إكس. طب لما يقطع مع محور إكس، خلينا نغير اللون. هذا بده يقطع إيش؟ محور إكس. لما يقطع محور إكس راح تقول لي واي صفر. إذا هاي المعادلة بدنا نسويها بصفر. حلو، إذا بدل واي شو بدي أحط؟ صفر كي إكس زائد كي. نقول لي لهناك بيصير كي اكس بيساوي ناقص كي على كي على كي، بتروح اكس شو بتساوي؟ كي مع كي بتروح بصفي ناقص واحد، صح؟ صح. اذا انا خلصت، خلصت والله، خلصت والله، خلصت. شو بدي؟ نقطة تقاطع مماس المنحنى مع محور اكس، نقطة التقاطع شو هي؟ مع محور اكس، يعني واي صفر. قديش اكس؟ سالب واحد، سالب واحد وصفر. طبعا يا جماعة اشي منطقي، لانه طلعوا هاي المماس مش بس عند نقطة التقاطع مع الواي، اذا لو مدتوه اشي طبيعي راح يكون ايش؟ قيمته بالسالبة. اذا طلع معي بالسالب الاكس، اذا حلي صح بالعقل، سهله.